خلينا نتكلم عن موضوع التأليم، لأن احنا برضو يعني شفنا مشكلات التأليم الجائر أو بشكل غير منتظم للشجرة، أكيد هيكون له مردود على الإنتاجية بتاعتنا. هو بس موضوع التأليم فيه نظرية ثابتة فيه. رقم واحد، الغصن اللي يتربى في الظل ما يجيبش محصول، ما يخزنش كربوهيدرات، وبالتالي مش هيجيب زهرة، هيجيب زهرة ضعيفة ومش هتقعد معاه. فلازم الشمس توصل لغاية. في البداية خالص من الزراعة لازم مسافات الزراعة ما تقلش عن 4 في 5 في الموالح. موضوع التخميس، لو هتخمس محصول داخل المحصول تبقى لازم تعمل حسابات المساحات. زراعتك الأساسية أقل حاجة 5 في 6 أو 6 في 6. ماشي، دي حاجة. رقم اثنين، في يعني التأليم كذا مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة التربية اللي هي 3 سنين الأولانيين، إزاي أعمل هيكل الشجرة. وده بيرجع طبعا للمنطقة، أن لو بنربي كأسي له طريقة، واللي بنربي هرمي له طريقة، كل طريقة ولها إيه منطقة لها طريقة معينة. فبتربي حسب الطريقة بتاعتك. طب يعني إيه الأشكال وإيه المناطق؟ المناطق عندنا في البحيرة كلها والمناطق الغربية كلها بنربي كأسي. الشجرة تبقى عاملة زي الكاس، مفتوحة فوق للشمس. مفتوحة للشمس. لكن منطقة يعني الشرقية، وادي الملاك والإسماعيلية والصالحية، بربوا هرمي، الشجرة تبقى عاملة زي الهرم في الآخر. كويس. ماشي، فالمناطق هنا بربي كأسي. التربية الكأسي بيجي عندي نموات غزيرة جدا في شهر نموات 5 و7 و8، بتيجي نموات غزيرة جدا في قلب الشجرة. في دي لازم في شهر 7 و8 لازم نشيلها. لان دي بتعمل لي ضل وتعمل لي حشرات قشريه وتعمل لي مشاكل في الغيط، لازم نشيلها في شهر 7 كمان. بيسموه التأليم الصيفي. لو تخلص من الفرخ المائيه، من السرطانات، من الحاجات اللي مش لازمه كلها، النواشف والنواشف والكلام ده. لكن التأليم الحقيقي بتاعك بعد جمع المحصول، وغالبا في شهر 1 او في شهر 2، وده له ستايل معين. انا رقم واحد، قلب الشجر لازم يكون فاضي. رقم اثنين، الجوانب ما نجيش يمه، لانه 90% من المحصول في الجوانب والحجر، ثلث شجره من تحت، فدي ما ندس فيها في التأليم نهائي الا النواشف والمتزحمه واللي لمسه الارض. وبعد كده فوق، طول الشجره بيرتبط بمسافه الزراعه. لو انا مسافات واسعه نرفع على الشجره شويه، مسافات صغيره لا، نقصر الشجره شويه عشان ما تضللش على غيرها. يعني مهم قوي ان الاشجار عندنا ما تضللش على غيرها، عشان ندي فرصه للتهويه وللشمس، عشان يعني نتلافى بقى المشاكل بتاعه الفطريات. لكن التأليم الجاير ده انا بنقلمه مثلا مره كل 10 15 سنه مره. اسمه تجديد نشاط، بنرجع حيويه الشجره تاني ونشاطها وشبابها تاني بالتأليم الجاير، وده بيحصل كل 10 15 سنه مره. لكن التأليم الطبيعي السنوي ده اللي هو تنسيق المحصول.